الاعترافات 100% ضدها، كل شيء ضدها من غير التنازل، التنازل كتقطع. والعموميه راه كان السيد قرا الملف، قرا داكشي كله، راه يلا خرجنا من قرارة مع العشرة. قلت لك تصبح مع العشرة نقول لك، راه نتوما جوج ولا جوج ونص تمشيو باش تدخلوا للقاعة تسمعوا الحكم ديالك. المهم كانوا باغيين نعطيو نتوما شهر ياك، دابا راه حنا وقفناها في شهرين، ضربت فيها 20 يوم، باقي لها 40 يوم. هضرت مع السيد قلت ليه بلاتي تنكونفيرمي مع الناس، هذاك الشيء علاش عيطت لك. شهرين شهرين ضربت فيها 20 يوم، بقى عندها 40 يوم وبزز، ماشي بزز فوت بزز. وانا كنبغي حنا من الاول تفهمنا عن الخروج عادي، لو انت كتقول لي الخروج كاين الخروج. دابا عاد فهمتني، غنفهمو دابا السيده داكشي مأكد لك بها 100%، من 8 شهور العام غتاخذ هذيك، ما عندكش فيها اشكال. حنا دابا حيت هذاك السيد اللي غيعطي القرار ديالو اللي هو الرئيس، علاش انا باقي دابا ما وقع والو، دابا انا باقي ما درت حتى شي حاجه، راه تعيطي ليا وعطيني ساعتين ثلاثه سوايع ما كان نطلق انا وياك. راه السيد قلت لي بلاتي اخويا، دابا السيده غيعطي واش راه غتسمع الحكم ديالها، فسميتو ضربات فيها 20 يوم، باقي لها 4 سيمانات وتخرج. فكري ميل فرات ثقيل، هادشي اللي سفرات عليه المسائل، حيت اللجنه كاينه اللجنه ديال القضاء كتفتت جميع الملفات. انا راه ما درت حتى شي حاجه بور لانستو، راه داكشي اللي وقفته لك دابا راه هو اللي ما واخا ما عرفتي انت، واخا ما عرفتش شكون التدخل اللي ديري. حيت الفعل عتنطي لي وفاء، ابن فهمت فسر لك دابا الفعل الجرمي ثابت على الوالده بداكشي اللي كاين في المحضر. السيد قال لي هادشي راه ماشي غتابعه النيابه العامه، راه تابعه النيابه العامه، ما نقولش لي تكوين عصابه اجراميه وداكشي بلا ما نبقى نكثر لك في الهضره. دابا السيد يلا تفارقنا حنا مع العشرة ونص، قال لي شهرين ديالها تاخذها تسمعها دابا في الحكم، ضربات فيها 20 يوم، باقي لها 4 سيمانات 40 يوم. لا عيطت لك الوالده، انت عندك الوقت من هنا لجوج ونص ثلاثه، قبل جوج ونص من هنا لوحده ونص، باش تقولي لي السيد الاخر واش يعطيه الاوف ولا يقول لي حبس. عيطت لك الوالده تشاوري معها، راه عيطت لي في التليفون، كنت انايا في السونتر ديال الدم كنعطي الدم، قلت لها ما نقول لك حتى شي حاجه حتى نشوف الدريات. شوفي معاها ردي عليا، هي اللي عارفه دابا المسائل الداخل شنو فيها. هي الله يهضري معاها. الو ماما اختي، قال لك شهرين دازت فيها 20 يوم ديالها، قال لك دازت فيها 20 يوم، باقى لك 40 يوم. لك وي وافقتي توريا دابا تصنطي توريا باش تفهمي. دابا الملف ثقيل، دابا الاعترافات ديال البوليس راه ضدك، راه شتي المرافعه كيفاش دازت، اللي شافها يقول لها السيده عاد تصنطي دابا، راه عاد تصنطي ليا، عاد تصنطي ليا، تصنطي ليا دابا فهميني مزيان. دابا باقي ما درنا والو جوسكا بريزون، باقي السيد ما عطاش للسيد الاوكي. دابا انا جيت نتشاور مع الدريات، انا غادي نعاود نعيط. لا راه ما كايناش، لا قلت لها 4 ونص ثلاثة ونص ونص. دابا خلي البكا توريا اختي، خلي البكا، راه ثلاثة ونص اللي عطاتني وفاء باش تفهمي، راه ثلاثة ونص ماشي 4 ونص. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، حنا عندنا راه باقي ما درنا والو دابا، راه ما كانتش أنا غنعيط للسيد في التليفون قدامه تسمعها، هي غتسمع أختي. راه شهرين، راه كاين اعترافات، راه اعترفتي عند البوليس وقلتي له شديت 5000. دابا توريا سمعي النطق بالحكم باقي ما كاينش دابا حتى الجوج. السيد انا علاش جيت دابا الصباح؟ حيت هذاك الشيء اللي وصلني السيد من فمو لودني. دابا جيت نتشاور مع الدريات الحل اللي مزيان غادي نديرو. انا غنعيط دابا في التليفون للسيد، اذا قال لي الخروج غنقول لا ما قالش ليا، راه غندير معاه مع الجوج. اوتي حنا كرهنا تخرجي دابا، من دابا يعيطوا عليك يصيفطوك القرار. ها توريا شهرين صنطي ليا توريا وشوفي المشكل اللي عندك، ما تشوفيش شهرين، راه ضربتي 20 يوم، شوفي الحجم ديال المشكل. ايوا قريبا تكملي شهر، راه باقي لك 10 الا بغيتي. انا دابا مازال غناكد للسيد وقلت ليه مازال يطلب، انا غندوز دابا التليفون عاود عيطي لبنتك دابا. يلا يا اختي نعيطوا استاذ دابا.
اختي هو دابا نتوما ماشي شي وحدين ولا غتسلى عليكم شهر بقى لا زعما شهر هو كملت وتخرج استاذ كي داير استاذ لاباس عليك اي الله يوصلك على خير اخويا قول لي اخويا انا معايا الدريه بنت توريا الله يستر عليك راه هما موافقين يقضيو الغرض على المساله اللي كاينه على قبل هذيك ما جات هذيك ال 40 يوم اللي بقات لا واش غنشوفوا ولا باش نعطيهم كلمه استاذ هما معايا قال شهرين لا شهر بعدا هادو شهر دابا راه شهر زعما فين راه دابا دازت شهر هي تقريبا جايه لشهر ولا شوف كيف كيدير مع الرئيس مباشر